مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة وكتلة هوائية لطيفة وذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى تؤدي إلى بعض الأمطار يوم الاثنين خاصة في شمال ووسط المملكة وحتى صباح يوم الثلاثاء والأربع والخميس والجمعة، إن شاء الله استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. نبدأ باستعراض الأحوال الجوية اعتبارا من يوم الأحد. يوم الأحد انخفاض واضح على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا، فرصة أو احتمال لسقوط بعض الأمطار في شمال المملكة، وبتكون درجات الحرارة يوم الأحد أقل من معدلاتها وتميل إلى البرودة الأحد ليلا. إلا درجات الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 24 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى العظمى 20 والصغرى 12، المرتفعات الجنوبية 20 إلى 10، والأغوار البحر الميت 31 إلى 21، وخليج العقبة 30 إلى 17. أما البادية الجنوبية الشرقية أجواء مغبرة، والعظمى 25 والصغرى 13، والبادية الشرقية أجواء مغبرة 29 العظمى والصغرى 14 درجة مئوية. يوم الاثنين إن شاء الله انخفاض آخر على درجات الحرارة، أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا، هناك فرصة لأمطار متفرقة في شمال المملكة وبعض المناطق الوسطى، وأجواء مغبرة في المناطق الجنوبية الشرقية، المناطق الصحراوية والمناطق الصحراوية الشرقية، والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 23 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 19-11، والمرتفعات الجنوبية 18-7، وخليج العقبة 27 إلى 15، أما الأغوار البحر الميت 29 إلى 18 درجة مئوية، والبادية الجنوبية الشرقية 22-10، والبادية الشرقية 27 إلى 12 درجة مئوية. يوم الثلاثاء تضعف فرصة الأمطار تدريجيا، لكن تبقى الفرصة موجودة في صباح يوم الثلاثاء في المناطق الشمالية، لكن بعد ذلك إن شاء الله بتستقر الأجواء، لكن تبقى الأجواء لطيفة في ساعات الظهيرة والظهر، ولكنها تميل إلى البرودة أثناء الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 25 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 20-12، المرتفعات الجنوبية 19-10، الأغوار البحر الميت 29 إلى 20، وخليج العقبة 28-16، والبادية الجنوبية الشرقية 25-12، والبادية الشرقية 26 إلى 16 درجة مئوية. يوم الأربعاء بداية لاستقرار الأجواء وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة، المناطق الشمالية العظمى 26 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 21-13، والمرتفعات الجنوبية 20-10، والأغوار البحر الميت 31 إلى 21، وخليج العقبة 29 إلى 18، والبادية الجنوبية الشرقية 25-13، والبادية الشرقية 29-16. حتى أيضا يوم الأربعاء تبقى الأجواء تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. يوم الخميس ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء ربيعية معتدلة أثناء النهار، ربيعية لطيفة أثناء الليل، بتكون تقريبا درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة. المنطقة الشمالية العظمى 28 والصغرى 15، المرتفعات الوسطى 23 إلى 16، والمرتفعات الجنوبية 21 إلى 12، الأغوار البحر الميت 32 إلى 22، والخليج العقبة 21-22، والبادية الجنوبية الشرقية 25-15، والبادية الشرقية 29 إلى 18 درجة مئوية. أما يوم الجمعة فيطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، أجواء
درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، لكنها أجواء ربيعية معتدلة نهارا، ربيعية لطيفة ليلا إلى دافئة. والعظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 وصورة 19، المرتفعات الوسطى 28-22، والمرتفعات الجنوبية 25-19، والأغوار البحر الميت أجواء حارة نسبيا 35-27 درجة مئوية، وخليج العقبة 35-27 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا، والبادية الجنوبية الشرقية 29-19، والبادية الشرقية 32-22 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع